حظيت الأميرة لالة أمينة زوجة السلطان المولى عبد العزيز بالجاه والسلطة، متنقلة مع زوجها بين قصورها بفاس وطنجة وإقامتها بباريس. وكان يصر زوجها على ارتدائها الأزياء الأوروبية وتصويرها في الكثير من المناطق السياحية بفرنسا وطنجة باعتباره أكثر السلاطين شغفا بالتصوير. وقد كانت أول أميرة تلتقط لها صور وهي متبرجة، وهي الأميرة الأكثر دلالا وغنجا وصفرا مع السلطان، محاطة بزوجاته التركيات. في هذا التقرير التاريخي نتعرف على جوانب من شخصية الأميرة لالة أمينة وكيف عاشت حياتها ما بين 1925 إلى 1943 بين فاس وطنجة وباريس، وكيف تعايشت مع نسائه التركيات بقصره بطنجة، وكيف عاشت باقي أيامها بطنجة في مغرب بعد الحماية. ابقوا معنا واشتركوا في القناة ودعموا هذا المحتوى التاريخي. ولد المولى عبد العزيز بفاس عام 1878، وهو سلطان المغرب الثامن عشر من سلالة العلويين، حكم ما بين 1894 إلى 1908، وعاش في كنف والدته التركية اللاقية والصدر الأعظم بوحمال، وله العديد من النساء من بين زوجاته لالة أمينة. لالة أمينة زوجة السلطان المولى عبد العزيز كانت تخلع النقاب عن وجهها حينما كانت تتجول مع زوجها بطلب منه في باريس رفقة ابنتهما الأميرة فاطمة الزهراء، وهي في سن صغيرة خلال سفرهم إلى فرنسا وأثناء عطلتها المدرسية. وقد ولدت فاطمة الزهراء عام 1926، وظهر فجأة له طفل اسمه مولاي الحسن، والذي اعترف به السلطان محمد الخامس بظاهر سلطاني بعد وفاة المولى عبد العزيز عام 1943. وكان المولى الحسن العزيزي كما يسمى قادر للقضاة، توفي سنة 1996 بعدما بلغ 100 عام و15 يوم حسب المصادر التاريخية المغربية. لكن المفارقة أن المولى عبد العزيز بن الحسن ظل يقول لابنته فاطمة الزهراء ما كان غير انتي ابنتي. المعروف أن الأميرة لالة أمينة زوجة المولى عبد العزيز تزوجها في الغالب عام 1925، ولم يكن للمولى عبد العزيز أبناء ولا وريث شرعي. ويفسر الكاتب جابرييل فيري سبب ذلك أن السلطان كان لا يرغب في إنجاب الأطفال لأسباب مجهولة، حيث كان يجبر نساءه على مضغ الذهب الخالص اعتقادا منه أن ذلك يقي من وقوعهن في الحمل، مع العلم أنه كان يعيش في قصره مع 3000 شخص بينهم والدته اللاقية ونساؤه وإيماؤه اللواتي بلغن 100 فتاة دون سن 20. يذكر أن زوجات المولى عبد العزيز كن تركيات، وكن يتحدثن بصعوبة بالغة باللهجة المغربية، ومن بينهن نور الشمس وحواء وأخريات. وقد انتقلت الأميرة لالة أمينة زوجة المولى عبد العزيز إلى باريس وعاشت سنوات هناك معه، وأن زوجته أمينة هي من أبلغت عن وفاته بقصره بطنجة عام 1943. وكان السلطان منذ صغره مولعا بتصوير الحريم السلطاني بفاس، ويرجع الفضل هذا الشغب والفضول الكبير بالمخترعات الأوروبية الحديثة في إدخال الهاتف والتلغراف والكهرباء إلى قصور آبائه وأجداده من الملوك والسلاطين. وكان قد اكتسب من جابرييل فيري مهارات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي، حتى أنه كان شديد التعلق بهذه الهواية،
وكان يمضي أيامه في أخذ مشاهد مصورة لم يستثني منها نساءه. ويروي جابرييل فيري حول ذلك اقتباس: أعتقد حقا وبدون اصطناع فيما أقوله أن من بين جميع التسليات التي كان عبد العزيز يقبل عليها كان فن التصوير هو الذي استأثر بمعظم اهتمامه ووجد فيه كبير انشراحه، فقد أصبح السلطان على قدر كبير من المهارة ولم يكن يكتفي بالضغط على الزر كما هو شأن الهواة، بل كان يلم بجميع الاستعمالات الدقيقة التي كانت تتم بداخل مختبر التحميض. وذات يوم رغب في أن تؤتى له بآلة تصوير مصنوعة من الذهب، وحصل في الأخير على تلك الآلة التي تولى صنعها صناع مهرة خصيصا في باريس. إنها نزوة كلفت فيما أعتقد 25,000 فرنك. لكن من المفارقات الكبيرة أن جميع أرشيف المولى عبد العزيز اختفى بعد وفاته، وكذلك صورة الأميرة للا أمينة والتي عاشت باقي أيامها بقصرها بطنجة رفقة ابنتها بعدما قضت سنوات من التنقل والسفر والدلال مع السلطان المولى عبد العزيز. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.